ننتقل إلى آخر الأخبار والحصريات مع زميل نور الجاموس. يعطيك ألف عافية وسامحنا على التأخير. لا بسيطة، شكرا لك هند، شكرا لكم ضيوفنا، وصباح الخير مشاهدينا. أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز عن انتهاء العلاقة بين المنتخب والأرجنتيني بيتزي بعد انتهاء عقده، وكان الأخير قد عبر سابقا عن رضاه على مردود لاعبي الأخضر أمام اليابان، موضحا انتهاء مهمته رفقة الصقور إثر نهاية مشواره في البطولة الآسيوية. أنا راض جدا عن اللاعبين الذين مثلوا أفكاري واستراتيجيتي داخل الملعب. عملي مع المنتخب السعودي انتهى اليوم، لا أعلم أي شيء عن المرحلة المقبلة، لم يتحدث أحد معي من الاتحاد السعودي في هذا الشأن. حقيقة لا أعرف مصير مستقبلي مع الأخضر ولا ماذا سيحصل في الفترة المقبلة، لكن الأكيد أن اتحاد القدم سيجتمع بي حول عقدي مستقبلا. هذا وتوالت ردود الفعل على خروج المنتخب السعودي من الدور الثاني، حيث أثنى نجماء الكرة السعودية السابقة نايف هزازي وإبراهيم السويد على أداء الأخضر، متحدثان في الوقت ذاته عن أكثر ما يحتاجه المنتخب. كلنا كنا نتمنى أنه نكون موجودين في نهاية كأس آسيا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. المدرب يعني ما قصر، واضحة كثير يعني لمسات المدرب في المنتخب، التغيير ممكن يتصلح في الفترة القادمة إن شاء الله من خلال يعني إذا رجعوا اللاعبين ولعبوا أساسيين في أنديتهم، يعني هذا الشيء اللي نتمناه صراحة. إذا كان اللاعبين يعني أكثرهم ما بيكونوا يعني متواجدين في القائمة الأساسية، يعني بنسبة 60-70% من اللاعبين، فصعبة يعني ممكن اللاعب يقدم كل شيء عنده في المنتخب. اليوم اتضحت المشكلة الكبيرة اللي كان دائما يفتقدها المنتخب السعودي، اللي هو عدم وجود المهاجم الهداف أو المهاجم الصريح، وأيضا عدم فعالية لاعبين منتصف الملعب، وعدم اختلاق فرص حقيقية للتسجيل في الثلث الأخير من ملعب منتخب اليابان. استحواذ كبير كان للمنتخب السعودي، لكن الفاعلية الهجومية أو عدم وجود فرص حقيقية للتسجيل، هذا ما كان ينقص المنتخب السعودي اليوم. نقول هارد لك للمنتخب السعودي. من إيجابيات هذه البطولة اللي هو طبعا وجود لاعبين زي عبدالعزيز البيشي، زي هتان بهابري، لاعبين إن شاء الله لهم مستقبل كبير في الكرة السعودية. ردود الأفعال لم تقتصر على نجوم الرياضة، حيث امتدت لتشمل أهل الفن، ومن بينهم الفنان عبد العزيز كيرين الذي توقع النتيجة قبل المباراة. عاتنا بالنسبة لمباراة المنتخب السعودي مع اليابان أتوقعها 1-0، يا لصالح السعودية يا لصالح اليابان، لأني أعرف أن اليابان سريعين جدا. ايش رايكم في التوقعات؟ 1-0 لصالح اليابان. يلا هارد لك. ودي اقول هارد لك لمنتخبنا، وخسارته قدام اليابان مره زعلنا وضايقنا. هم يعني تعبوا، بذلوا مجهود، لكن ما كان المجهود الكافي انهم يعني يحققون حتى تعادل. للأسف خذلنا منتخبنا، نتمنى إنه يرجع زي أول، نتمنى إنه يرجع منتخبنا زي عام 94 ونرجع مرة ثانية نفوز. وبعد تأهل الأبيض الإماراتي للدور ربع النهائي، لاعب المنتخب سابقا بدر حارب تحدث عن تحسن أداء أبناء زاكيروني رغم المعاناة الدفاعية. طبعا نبارك لمنتخبنا الصعود لدور الثمانية، يعني الأداء اليوم كان أحسن من المباريات السابقة، لكن بعد نعاني دفاعيا، لكن إن شاء الله نأخذ المباراة بالقطعة، وإن شاء الله لكل حدث حديث في المباراة القادمة مع أستراليا. أكد لاعب المنتخب العراقي أسامة رشيد أن اللاعبين على أتم الاستعداد لمواجهة قطر في الدور الثاني، مشددا أن الهدف الوحيد بالنسبة لهم هو إسعاد الجماهير. السلام عليكم. المستوى مال المنتخب العراق الحمد لله كل الزين. الهدف مالنا نفرح الشعب العراقي، وان شاء الله بكره نغلب منتخب القطر ان شاء الله. ستحرم الاصابه لاعب منتخب كوريا الجنوبيه كي سونغ يونغ من متابعه المشوار خلال البطوله القاريه بعد تعرضه لاصابه في الاربطه، وتعرض لاعب نيوكاسل الانجليزي للاصابه خلال المباراه الاولى أمام الفلبين، ولم يشارك في المباراتين الثانية والثالثة قبل أن يقرر الجهاز الطبي استبعاده بشكل كامل من التشكيلة.
وحول غياب كي سونغ يونغ أكد المدرب البرتغالي باولو بينتو أنه قادر على تعويضه رغم تأثيره الكبير على المنتخب وطريقة لعبه. كي لن يكون معنا بعد اليوم ولم يلعب في المباراتين الماضيتين، فلسفتنا هي أن نلعب بأجمل طريقة ممكنة حتى في غياب لاعب مهم، لاعب له تأثير كبير على طريقة لعبنا، ولكن علينا أن نواصل بذل المجهود لبلوغ ربع النهائي والفوز بالمباراة المقبلة. وبعيدا عن كأس آسيا، انطلقت الاثنين مباريات الدور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث اكتسح النصر منافسه الفيحاء بسداسية نظيفة، فيما تجاوز الاتحاد عقبة فريق التقدم بثلاثة أهداف دون مقابل. وأخيرا قلب الهلال تأخره أمام الفيصلي بهدفين لهدف إلى 3-2. وتتواصل الثلاثاء مباريات هذا الدور بمواجهتين، حيث يتواجه الباطن مع الرائد ويلعب أبها مع الجيل في الثانية. ختام أخبار اليوم، وعودة من جديد إلى هند. يعطيك ألف عافية، كفيت ووفيت، ما شاء الله عليك.